أخبار اليوم. فجينا لعبنا ضد منتدى 90، فطبعا أنا يعني كان كابتن أيمن حمادين بتاع إيمي كان بيكلمني قبلها بيوم، بيكلمني وكل حاجة، قال لي إيمي هيبقى أفضل، إيمي أحسن، بيتكلم معايا. فأنا رايح نادي، رايح البتاع دي يعني طريقة واجب. رايح تأدية واجب، عارف تفاصيله، أنا عارف إن أنا كده كده همشي. يعني انا من جوايا حتى قبلها بسنه زعلت، حتى قبلها بسنه هو فتح قفليه، اخويا فتحي مش النادي الاهلي. فلما مشي النادي الاهلي هو راح الشمس، فانا ساعتها حسيت ان زي ما كانوا بيقولوا الاهلي، يعني النادي الاهلي ملوش امان. ساعتها ان كانوا الناس بتتكلم يعني بس انت كنت عامل مباريات كويسه، وكان كورفر بيتكلم وكان تبرك كان بيتكلم كتير. فانا بقول لك ان حاسس ان هو احنا صغيرين، ان انا حسيت ان مش اخويا، فاللعيبه تطلع فريق اول دي بتبقى صعبه جدا. النغمه دي بتاعه الفريق الاول، النغمه الاهلي، النادي كان كله كان مالوش امان. الناشئين كلهم كانوا بيتكلموا ان مفيش لعيب كان لنا هيطلع فريق اول حتى بعد 5 6 سنين لو قعدت. فانا ايه اللي قعدني؟ روح. اللي خلينا اقعد بس، فاروح نادي تاني واثبت وجودي، ان النادي التاني ده هو يقدر يساعدني، مش هتدفن. يعني انا بصراحه لو كنت في النادي الاهلي في ناشئين وما رحتش انبي، انت هتدفن.